هنتكلم عن الباور سيستمز في البداية كده. احنا عندنا اثنين من انواع التوصيلات. احنا هنتكلم على الاندكشن موتور او اللي هو المحرك الحسي. المحرك الحسي دوت احنا بيبقى فيه سنجل فيز او ثري فيز. احنا هنتكلم دلوقتي على ثري فيز. ثري فيز زي ما احنا شايفين بيبقى فيه شكل من التوصيل. ثري فيز يعني بيبقى يعني ثلاث ملفات كده المحرك بيتكون منه. بدل العادي يبقى احادي الوجه، وجه واحد كده الملف هو اللي بيدور في الموتور، هنا في الثري فيز بيبقى فيه ثلاث ملفات. فدوت بيدي باور اكتر وبيبقى ليها استخدامات اكتر، خصوصا في المصانع بتبقى عايزه حاجه ثري فيز مثلا او الاماكن كبيره، بخلاف مثلا لو حاجات زي الشقق او كده بتبقى عايزه حاجه ممكن سنجل فيز. فالثري فيز زي ما احنا شايفين كده بيبقى فيه نوعين، حاجه اسمها الستار كونكشن دي على شكل نجم، وفي الدلتا كونكشن وديت على شكل دلتا كده مثلث. هنتكلم دلوقتي على الستار. طيب الستار احنا بنجيب في الاثنين دولت معادلات اسمها معادلات التتابع. ديت المعادلات في الستار بتبقى الفولتج. ليه؟ هنبص هنا هنلاقي دوت بتاع اللاين، تمام، دوت اللاين اللي احنا شايفينه، دوت اللاين اللي خارج، يعني دوت يعني لو هنتعامل دوت هو الفيز، فالفيز ديت بتطلع على لاين بتاعتها، ودي كمان الفيز بتاعتها بتطلع على نفس على لاين تاني وهكذا. فهنلاقي ان التيار الخارج من الفيز طالع على اللاين، والتيار الخارج من الفيز ديت طالع على لاين، والتيار الخارج من الفيز دي طالع على لاين تالت. فالتيار هو التيار مبدئيا في التوصيله بتاعت الستار. طيب الفي فيز هي ديت الباور الفولتج اللي طالعه من الفيزه الواحده. طيب هل لما اجي اجيب الفولتج بتاعت اللاين هجيبها ازاي؟ الفولتج بتاعت اللاين هتبقى طيب اول حاجه لما نيجي نبص كده قلنا على اللاين ديت، لما احنا عايزين نجيب بقى الفولتج بتاع اللاين احنا عندنا الاول النيوترال دوت هنعتبره هو الريفرنس، يعني هنعتبره مثلا هو الجراوند بتاعنا، فهنقيس على النيوترال. فانت عندك دلوقتي هنقيس دوت الفولتج بتاع الفيزا الواحده من هنا للنيوترال كده، تبقى دوت الفي فيز. هنسمي مثلا لو ده كانت ايه فدي لو ده كانت ايه يعني فدي في اي من هنا للنيوترال، لو دي بي ادي تبقى ديت كده في بي، ولو دي سي فدي كده الفي سي. بنلاحظ ان الزوايا ما بين الفولتج لما نيجي نحطهم اتجاهي بيبقى 120 درجه ما بين كل فيزا والتانية. طيب نيجي بقى لللاين، لما اجي اجيب الفولتج بتاع اللاين كله على بعضه اللي بيحصل؟ لما اجي اجيب الفولتج بتاع اللاين فاللاين هيبقى كده ده كده الفي لاين ما بين الاثنين دول مثلا، او الاثنين دولت ده في لاين او الاثنين دولت، اجي اقيس بين اللاينز والتاني فبلاحظ ايه بقى دوت اللي هنيجي نشوفه دلوقتي. زي ما قلنا في التوصيلات بما ان مثلا الفيزات هنقول ان كل الملفات متساويه يعني او متماثله، فبيبقى الفي فيز كله ثابت، يعني الفي اي بتساوي الفي بي بتساوي الفي سي، ده العادي. طيب لما نيجي بقى نرسم هنرسم كده. طيب مبدئيا كده زي ما احنا شايفين الفولتج لما نيجي نمثلهم كده اتجاهيا فهيبقى ما بين لو خلينا الفي اي مثلا هو الريفرنس فهو كده عند الزاويه 0، فهنلاقي ان الفي سي هيبقى عند الزاويه 120، والفي بي هتبقى عند الزاويه يعني لو هنبدا من الزيرو كده 240، او لو هنمشي كده تبقى سالب 120. طيب دوت يعني كاتجاه. لما نيجي بقى عايزين نبص على المعادلات اللي احنا هنحسبها بقى نتيجه عشان نجيب العلاقه ما بين الفي لاين والفي فيز. فنيجي نبص كده على اول معادله، مثلا اجيب الفي لاين الاول مثلا عندنا اللي هو الفي اي بي دوت هجيبه اتجاهي، فالفي اي بي هتساوي ايه؟ هتساوي الفي اي ناقص الفي بي الفولتج اللي هو الفرق ما بين الفولت هنا على فرق الجهد. طيب ادي في اي ودوت متجه، هي دي متجهات برضه، وناقص الفي بي. طيب الفي بي لما اجي امثلها ادي الفي اي معايا، طب ناقص الفي بي
ناقص في بي، هتعمل مثلا لون تاني كده مثلا يكون الأزرق، ناقص في بي هتبقى امتداد للخط الأول كده بالشكل ده مثلا، دوت الناقص في بي، ودوت جبر متجهات عادي. طيب أنا دلوقتي رسمت اللي هو الخط دوت. لما نبص احنا قلنا دي كلها زوايا، الأحمر ديت 120، هنشيل بس الزاوية 120 ديت علشان ما تزعجناش دلوقتي. طب تمام، زي ما احنا شايفين دلوقتي ادي الزاوية 120، ادي سالب في بي. طب السالب في بي ديت انا ممكن اعمل فيها ايه دلوقتي؟ انا ممكن المتجهات ممكن اخليها تتوازى بالشكل ده وهتبقى بنفس القيمة بتاعتها، يعني انا اخليها بالشكل دوت علشان اعرف احسبها بالشكل المتجه يبقى متناسق، يعني دوت طالع منه ودوت داخل فيه، اعرف اجيب المحصله بسهوله ساعتها. فالمحصله في الحاله دي هتبقى ايه؟ نخليها بال يكون المحصله هتبقى كده، وديت هتكون المحصله اللي هي الفي اي بي اللي انا بدور عليها متجه. طيب الفي اي بي دي هنلاحظ فيه ايه؟ تعال نبص الأول على الزوايا، مش احنا قلنا دي 120، يبقى المكملة ما بين دوت والخط اللي احنا كنا عاملينه في الأول اللي هو الموازي لدوت، هيبقى الزاوية دي باقي 120 كام؟ 60، عشان يبقى الزاوية بتاعت الخط المستقيم 180، فتبقى الزاوية دي 60. طيب أنا هلاحظ إيه تاني؟ أنا مش أنا قلت إن الفيزات كلها متساوية كماجنتيود مثلا، فبما انها يعني المفروض الخط دوت بيمثل الماجنتيود، فبما ان هي متساويه يبقى خليها بلون تاني مثلا اصفر ماشي، يبقى دوت بيساوي ده، بما ان دوت بيساوي دوت، دوت مثلث متساوي الساقين. طيب ان احنا دلوقتي عندنا حاجه كمان، ديت الزاويه دي 120، طيب في بالتبادل هتبقى دي كمان 120. طب بما ان دي 120، احنا عندنا بما ان ده مثلث متساوي الساقين، ففي قاعدة كده بتقول لك ان المثلث متساوي الساقين لو انا خرجت من اللي هو الرأس اللي هو عند الضلعين المتساويين دول عمود، فالعمود دوت بيكون العمود دوت بيكون بينصف الزاوية، وفي نفس الوقت بيبقى عمودي على الضلع الفريش، فبما انه عمودي فمعناها وبينصف القاعدة، فبما انه بينصف القاعدة يعني ديت هتساوي دي. طيب بما ان دوت بتساوي ديت، يعني دي هتبقى نص في بي، مش دوت الماجنتيود بتاع في بي، يبقى دوت نص في بي اللي هو الجزء ده. طب انا هشتغل على الجزء دوت لوحده دلوقتي، فخلينا باللبني مثلا، ده كده نص في بي. الزاوية دي قلنا كلها على بعض 120، يبقى دي 60، والزاوية دي كلها على بعض 60، بس هنقول دي نص اللي هيبقى من 90 و60، يبقى ده 30. طيب ده نص في بي، تمام، نص في بي اللي هو الجزء دوت. طيب دوت الفي ايه، وهنشتغل على الجزء دوت. دي كده كوزاين، ده الزاوية 30. انا دلوقتي هعمل ايه؟ انا عندي لما اجي احسب ده كده بالنسبه لي مثلا وتر، ادي ده مثلث الضلع القايمه، وادي مثلث 30 60، وده الوتر اللي هو الفي اي، فانا هيبقى عندي النص في بي اللي هي المجاور، نص في في اي بي اقصد اي بي معلش، اللي هي المجاور بيساوي اللي هو الوتر بي ايه كوزاين الزاوية هي 30 بينهم. طيب الكوزاين 30 دي بتساوي ايه؟ بتبقى بي ايه مضروبة في جذر 3 على الاتنين، هطير الاتنين مع الاتنين، ومن هنا هستنتج ان الوي اي بي بتساوي جذر 3 في ايه، ودوت بيمثل ايه؟ يعني الفي لاين بتساوي جذر 3 في فيز. بنفس المنطق دوت هنعمل مع باقي المثلثات، بس عشان الوقت ما يزيدش
هنلاقي نفس الفكرة. طبعا انت مش لازم تحلها بالشكل الزوايا والمثلثات دوت، في طرق كتيرة للحل زيها، ممكن نستعرض الجزء كده. يعني مثلا لو كنت هجيب ال V C A مثلا، هي بتساوي ال V C minus V A. فأنا دلوقتي ممكن أقول بما إنهم مثلا كلهم بنفس الفيز، هتساوي مثلا ال V phase ال V C، احنا قلنا الزاوية بتاعتها 120، موجودة عند 120 كده زي ما احنا شايفين، وال V B قصدي ال V A هي موجودة عند الزاوية صفر، فهتبقى في بي الزاوية بتاعتها صفر ديجري. فلما تيجي تحطها مثلا على ممكن تحطها كده بالشكل دوت، يعني هتقول والله هاخد البي بي عامل مشترك مثلا، وتبقى 120 ديجري ماينس 0 ديجري، وتحطها على الآلة تطلع لك الناتج ماجنتيودو فيز. بس ممكن برضو تحلها بطريقة تانية، انك تحط ال VB بره كده عامل مشترك عادي، وتحطها بصورة ساين وكوزاين، هتحول الجزء ده المتجه، يعني هتبقى ديت واحد هتطلعها بره، يعني هتبقى الزاوية هنا كوزاين 120 ديجري ماينس الساين، قصدي زائد الساين 120، ودي كده أول واحدة، ودوت طبعا يعني فيها ناقص، والناقص ديت بقى أقوم ضارب في قوس كامل، يعني فهي المفروض ديت لوحدها هتبقى كوزاين زيرو زائد ساين زيرو اللي هو الزاوية اللي جوه لما باجي أفك يعني المتجهات يعني بالشكل ده. فأنت عندك كوزاين 120 هتجيب قيمتها كده، هنقايها مبدئيا كده الزاين زيرو دي بزيرو، والكوزاين زيرو ديت هتبقى بواحد. فعندنا بقى هنحل الباقي، معلش بس كنا نسينا دي كمان. لما نيجي نبص على كوزاين 120 فهي بسالب نص، والساين 120 بجذر 3 على 2 من 7 جي ناقص الواحد. طيب كده سالب واحد مع النص تبقى سالب واحد ونص، يعني سالب يعني هتساوي سالب 3 على 2 زائد جي جذر 3 على 2. دي بقى بتتفك على مرحلتين، هنجيب بيها الماجنتيود والفيز، يعني الماجنتيود بتجيب كده جذر دوت تربيع زائد ده تربيع، يعني 3 على 2 تربيع سالب طبعا هيطير زائد جذر 3 على 2 تربيع أول كده عشان أجيب الماجنتيود. والفيز المفروض دوت تان، يعني تان بيكون جذر 3 على 2 جذر 3 على 2 على سالب 3 على 2 عشان تجيب الفيز. شيفت تان اللي هي قصدي اللي هي ارك اللي هي التان ماينس 1، يعني شيفت تان دي هتطلع لك الزاويه سالب 30 اجري، ودي هتطلع لك بجذر 3 الماجنتيود. طيب الزاوية سالب 30 دي بتكافئ ايه؟ تعالوا نشوف على حسب الربع والكلام دوت، احنا هنلاقي ان الزاوية سالب 30 هتكون ب 150، اللي هي هتبقى الزاوية دي هنا من هنا لهنا 120، وهنزود عليها كمان 30، فهو دوت كده سالب 30 من هنا الربع التاني، يعني الزاوية هتبقى 150 بعد التحويل. فبس انت كده هتكون جبت الزاوية بتاعتك بالطريقة ديت. بس طبعا يعني انا مش بفضل الطريقة دي قوي، يعني الطريقة دي برضه يعني ممكن تحل بيها عادي، الطريقة بتاعت المسلسلات يعني اوقع شوية. بس انت ممكن تحل برضه التالتة اللي هي عشان تجيب ال V C B، انك هتمد دي برضه
يعني الفي سي قصدي الفي بي سي، الفي بي سي هتمد ديت لتحت وبعدها هتحل نفس المنطق وتجيب الزوايا بتاعتك برضه عادي. فانت اهم حاجه في المنتجات بتجيب الماجنتيود والفيز، ما ينفعش تجيب ماجنتيود من غير الفيز علشان كل حاجه بتبقى ماشيه اتجاه، انت بتجمع جمع اتجاه بس. بس ديت بالنسبه للستار. نيجي نخش على الدلتا. حاجه اخيره يعني في الستار، لما يجي لك اي مساله ستار ويديك الفولتج بتاع اللاين، فاعرف انك انت بتتعامل في الدايره المكافئه على الفيز الواحده، فانت لازم تعرف الارقام الفي لاين هتساوي جذر 3 الملي فيز، بس عشان تعرف يعني تعوض في القانون بتاعته. دي يعني كماجنتيود. طيب ده بالنسبه للسرعه. في توصيل الدلتا بقى هنعتبر ان التيار دوت ادي مثلا الدلتا بيبقى بالشكل دوت زي ما قلنا، فعندنا التيار هنلاحظ ان هو ماشي توالي كده، يعني ادي الاي سي ديت ماشي كده مثلا الاي اي سي اي، وهنا الاي اي بي، وهنا الاي بي سي. فهنلاحظ ان الاي اي ديت هتبقى ماشيه بالشكل دوت، يعني ماشيين في توالي بس هيخرج منهم اللاين. فبنبص كده، هنبص على المعادلات مبدئيا كده الاول، هنبص على الفولتج هنلاحظ ان هما كلهم متوازيين، ماشي كده ماشي كده وده ماشي كده، فدوت مع دوت بيوازي دوت مع دوت. ليه؟ لان هما في نفس الوقت ادي الفي فيز، البي ده البي لاين ادي البي فيز، فدوت مع دوت بيوازي البي فيز، فمعنى ان هما متوازيين كجهد ساعتها ان هما متساويين. دوت مع دوت هيوازي دوت، ف نفس المنطق. لو عايز برضو دوت اللي هو ال A مع C، فأدي دوت مع دوت بيوازي الفيز ديت. فهنلاحظ إن ال V line بتساوي ال V phase كماجنتيود، عشان نبعد بس عن موضوع الفيز نفسها الزاوية. طيب بالنسبة للتيار، التيار هنبص عندك ال هنطلع ال اي اي ديت مثلا، دي ال اي اي هنعتبرها هي ال اي لاين، وال اي بي دي بتاعت اللاين، وال اي سي بتاعت اللاين، دي بتاعت الفيز اللي هي اي سي اي واي سي بي واي بي سي اللي هم دولت. ف صدق. وبما ان الفيزات متساويه متماثله يعني، فانت عندك كل اللاين بيبقى متساوي، يعني الاي اي ديت تساوي الاي بي تساوي الاي سي بتوع التيارات اللاين يعني. وبما ان ديت بتنتج نفس الـ يعني الفولتج، وان هما الفيزات كلها متماثله، فانت عندك الاي اي بي هتساوي الاي بي سي بتساوي الاي سي اي اللي هما بيساوي في الاخر الاي فيز. طيب نيجي نكتب المعادلات بتاعتنا في البدايه كده، هنيجي نبص على الاي اي بي اللي هي هتساوي قصدي الاي اي اللي هي بتاعت اللاين، فعندنا الاي اي الاي اي بتساوي ايه؟ بتساوي الاي سي ايه؟ ادي الاي اي بتساوي الاي سي ايه ناقص الاي اي. طيب احنا قلنا ايوه ان دولت متساويين كماجنتيود فيز، ولكن طبعا كانجلز كجمع اتجاهي لا، في اختلاف في الفيز في الزاويه نفسها، فعشان كده بنجيب بقى المحصلة. بس بنفس الطريقة بقى هنقول إن الـ ICA ناقص الـ IAB بتساوي إيه؟ هتساوي اللي هي الـ I phase والزاوية أدي 120 ديجري، أدي الـ ICA أهي الزاوية 120 ناقص الواحد في الزاوية 0 الاي اي بي، ونحلها بالطريقه اللي احنا لسه شايفينها، او ممكن تعملوها برضو بمثلثات بنفس الطريقه اللي احنا عملناها، بس بدل ما احنا كنا بنحل بدلاله دلاله الفولتج في فيس، هنحل بدلاله الاي بي. وهنلاحظ الاتي، هنلاحظ ايه؟ ان نفس القيم اللي احنا طلعناها هناك مثلا، يعني احنا كان عندنا المعادلات ان الفي لاين مبدئيا في الستار كانت تساوي جذر 3 في ال V phase،
ودوت في حالة طبعا الستار، الستار بتتمثل كده. هنلاحظ في الدلتا اللي احنا بنحله دلوقتي ان ال i line تساوي جذر 3 ال i base. بس خد بالك من حاجة، يعني انت دلوقتي لما يديك تيار في الدلتا تعمل تيار اللاين بتجيب تيار الفيز بالطريقة دي، فيز الواحدة. لكن لما يديك الفولتج في بتاع اللاين في الستار بنجيب الفي فيز بالطريقة دي. دوت طبعا بخلاف بقى الزوايا، الزوايا احنا شفناها بتتجاب ازاي، وهنلاقيها هي بتبقى قيم ثابتة. يعني الزوايا سواء هنا أو هنا هي بتكون 30 ديجري، هي بتكون يعني على حسب بقى اللي هو ال V line، يعني دي زوايا ال V line أو ال I line على حسب يعني ستار ولا دلتا لكل فيز من دولت، يعني على حسب التوصية. فأنت بتكون يا 150 ديجري دي اللي احنا كنا شفناها، يا ماينس 90. الماينس 90 اللي هي هتبقى ماشية كده، دي كده ماينس 90. طيب بس دوت بالنسبة لأول جزء بتاع الاتجاه. دي المعادلات النهائية بتاعت الدلتا والستار اللي اتكلمنا عليهم، وبعدها نتكلم بس عن باور. الباور في العادي الباور بتاعت السنجل فيز هتبقى ال في بي في ال اي بي الكوزاين فاي، الفاي دي اللي هي الباور، كوزاين فاي دي الباور فاكتور، الفاي دي الانجل او الزاويه يعني بتوين الاي فيس دي او الفي فيس الاثنين مع بعض. طيب ديت لل 3 فيس، لل 3 فيس. ال 3 فيس بقى انت عندك الباور بتبقى 3 في بي في الاي بي كوزاين فاي، او بجذر 3 في ال اي ال كوزاين فاي، سواء بقى دلتا او ستار. بس دي اخر حاجة يعني كانت في الموضوع ده. ادي الاندكشن موتور دوت شكله في الحقيقة، زي ما شايف كده، ده شكل الاندكشن موتور، موتور كده حاسي وفي ملفات من جوه وكده. يفرق عن بتاع السنة اللي فاتت، السنة اللي فاتت كان مش موتور حاسي، يعني كان في انواع تانية اللي هو في مادة المشين اللي احنا درسناها السنة اللي فاتت. بس هي الكونسبت واحد، الاتنين فيهم حاجة اسمها روتور وستيتور شافت، في يوك اللي هو الجسم المعدني اللي بره والكلام من دوت. بس خد بالك بس ان دوت يفرق ايه، ان التيم دوت موتور بتاع التوليد الضخم العملاق، دوت حاجة نموذج مصغر شوية، الطاقة ممكن تبقى مختلفة. ودوت ليه استخداماته وده ليه استخداماته. يعني نيجي نبص على التركيب بالشكل دوت، ادي ده الروتر، وده الشافت او المحور، وادي ممكن يبقى في الروتر ده هنتكلم عنه لوحده دوت. ممكن يبقى في مروحة عادي، عندنا ملفات ملفوفة جوه الستيتور يعني. بس دوت شكل عام عموما. بص على اللي بعده دوت، شكل اللي هو العضو الروتور او العضو الدوار حسب التسمية يعني هنا. بس قبل ما نتكلم عن عضو الدوار احنا عايزين نتكلم عن الستيتور شوية. الستيتور فيه بيبقى زي ما احنا شايفين شرايح معزولة مترصة من حديد مغناطيسي، وبتبقى معزولة بعازل كهربي علشان بيتحط فيها جسم الاسطواني دوت، بيبقى فيه جواها زي انفراغ علشان يركب جواها الشافت بتاع الروتور. والهدف ان احنا نعمل شرايح مترصة ديت بتكون ان احنا نقلل القدرة المفقودة، علشان بيبقى بسبب الحس بيبقى فيه تيارات دوامية، والتيارات الدوامية طبعا احنا عارفين ان هي بتأثر بقى، بتسخن الموتور او بتقلل الكفاءة وهكذا. احنا بنحد منها ان احنا نعمل انعازل والكلام ده. طيب دوت بعدها طبعا احنا بنلف الملفات ديت ونعمل، بنحط الملفات بطريقة ال 3 فيز، بيبقى 3 ملفات مثلا في العضو الثابت، لكل ملف بيبقى طرفين مثلا على حسب بقى توصيلة الدلتا ولا الستور.
طب العضو الدوار بقى ايه؟ العضو الدوار فيه نوعين، عضو الدوار اللي هو ذو حلقات الانزلاق او بيتسمى الواوند روتر، هو دوت زي ما احنا في حلقات اهي براش، وبيبقى هو جسم اسطواني من رقائق معدنية معزولة برضو، وفيها مجاري على السطح الخارجي ديت علشان بيتحط فيها الملفات ثلاثية الأوجه برضو. خدوا بالكم بس إن الملفات هنا برضو بتدي شغل قطب، يعني بتعمل أقطاب، إن هي زي ما هنشوف إن هي بتدي مجال مغناطيسي. طيب ودي برضو بيتحط فيها ملفات على نحو في المجاري على النحو المماثل زي ما هي بنفس الترتيب يعني الاستيتور. بس الفكرة إن هي بتتقسم لعدد أقطاب مساوي لعدد أقطاب الاستيتور في الواوند روتر. بعد كده طبعا لازم برضو بيتراعى ان هي يكون ما بين الملفات يعني 120 درجه. موضوع اللف والطريقه ديت يعني مش علينا عشان نتكلم عليه، بس ميزه النوع دوت ان هو ممكن اعرف اغير خواص التشغيل بتاعته علشان في فرش اعرف اتحكم بيها ان انا اثر عليه. النوع الثاني اللي هو السكويرر كيج، او بيتسمى اللي هو القفص السنجابي، هو اسمه كده يعني. ليه هم بيقولوا ليش بيقفص السنجاب؟ يعني ما اعرفش ايه قفص السنجاب. هو في جسم ستون برضو، في حديد ومجاري برضو، بس بدل من الملفات ثلاثية الأوجه اللي احنا شفناها بيبقى فيه قضبان موجودة من النحاس أو الألمونيوم، اللي هي القضبان ديت محطوطة ومتصل من أطرافها في حلقة أهي. الحلقة ديت معدنية بتبقى بتشبه الحلقة والقضبان في التكوين ده، المفروض يعني قفص السنجاب. التغيير في الخواص بتاعة التشغيل للسكويرا كيدج الحساسية بتبقى عن طريق الاستيتور بس، اللي هو العضو الثابت، مش عن طريق اللي هو الروتر أو العضو الدائر، بسبب ان السكويرا كيدج ما فيهوش الفرش اللي احنا اتكلمنا عليها عشان اعرف اغير فيها. والميزه بتاعت السكويرا كيدج ان هو بيتوائم مع اي عدد من الاقطاب، احنا هنا قلنا المفروض بنخليه يتوائم مع اقطاب الاستيتور على حسب يبقى نفس العدد يعني او كده، بحيث ان احنا بنلف بنفس طريقه الاستيتور، لكن هنا هو ما فيهوش ملفات بركبها له، فايه بيتوائم دايركت مع اي عدد من الاقطاب والاوجه للعضو الثابت، فده بيريحك شويه. ده ليه استخداماته وده ليه استخداماته، ودوت برضو شكل تاني ليه ممكن يبقى أوضح شوية. طيب نيجي بقى ازاي المجال الدوار المغناطيسي دوت بيتكمل. احنا لما بوصل جهد في ملفات العضو الثابت، نوصل ليه جهد كهربي للملفات بقى اللي هو الثري فيز، فبيمر في الملفات ديت وهي ما بينهم المفروض 120 درجة، بيمر فيها تيارات كهربية بتبقى متزنة، ونتيجة مرور التيارات دي بينشأ مجال مغناطيسي في الستيتور بيبقى منتظم، بيدور المجال نفسه بيدور بسرعة اسمها السرعة التزامنية الـ N of S، يعني المجال الكهربي بيدور بالسرعة N of S. تمام، الـ N of S ديت بتساوي ايه؟ بتساوي 120 F of S على B. ال B دي number of poles، عدد الأقطاب اللي أنا عملتها في الستيتور، وال F of S ديت ال frequency بتاعت الستيتور. تمام، ده ال N of S. طيب على الناحية التانية، طيب في الروتر، الروتر لما يبقى له جهد وينشأ عليه مجال كهربي بيولد بالحس قوة دافعة كهربية، بيقع ضمن تأثيرها ايه اللي هو الروتر سواء بقى اي نوع، فلما وهو في مفروض ملفات او احيانا ما سمحش ملفات بس في معاد يعني او كده مع الحلقة كده دايرة مغلقة، فبينشأ فيها في الروتر نفسه قوة دافعة كهربية، وبتبقى 3 فيز علشان التاني 3 فيز فبينقل له برضه نفس الكلام، وبيمر فيها تيارات ثلاثية الأوجه ويتولد مجال مغناطيسي آخر. أنت عندك ملف هنا مثلا، الملف دوت مش فيه تيار فهيولد مجال تاني،
فبيبقى في مجالين مغناطيسيين، واحد بتاع الستيتور وواحد طالع من الروتر. الستيتور دوت سرعته قلنا ان اوف اس، ده مجال مغناطيسي متصل. الروتر دوت هيبقى سرعته المجال المغناطيسي بتاع الروتر، مجال الروتر المغناطيسي بيبقى سرعته ان اوف اس ماينس ان. طب ان اوف اس دي ماينس ان دي بتساوي ايه؟ هنشوفه قدام. سرعته ان اوف اس ماينس ان. طب ال ان دي بتمثل ايه؟ ال ان دي هي سرعة دوران الروتر. بس ف دلوقتي دوت طبعا بيؤدي الدوران بنفس اتجاه الدوران بتاع المجال المغناطيسي، بيدوروا مع بعض في نفس الاتجاه وبيتناسب طرديا برضو مع شدة المجالين، اللي هو بالنسبة لسرعة دوران المجال المغناطيسي التاني دوت. فبعد كده وطبعا بيتناسب طرديا مع جيب الزاوية كده، وبيتولد طبعا من كل دوت عزل دوران. يعني هنتكلم عن عزم دوت بعدين لو كان في وقت يعني. بس فاحنا دلوقتي طلعنا ال n of s minus n، وعرفنا ال ايه هو. طيب اول جزء ده بس بيقول لك لما الروتر يبدأ ان هو بيتسارع في الاول، يعني سرعته بتزيد من غير حمل مولود، فالسرعة النسبية ديت اللي هي ال n of s minus n بتبدأ تقل. ليه؟ عشان ال n دي بتبدأ تزيد، فبالتالي السرعة الفرق ما بين ال n of s اللي هي السرعة التزامنية بيبدأ يقل. طيب بينتج عن دوت ايه بقى؟ ان لما دوت السرعة النسبية دي بتقل، بتبدأ القوة الدافعة الكهربية اللي طالعة بسبب الحث الكهرومغناطيسي من الروتر بتبدأ تقل كل ما السرعة بتاعته بتزيد، علشان القوة المتولدة دي بتتناسب طردي مع السرعة النسبية، وبالتالي بتتناقص قيمة التيارات بتاعة الروتر نفسه. طيب بعد ما تتناقص ديت بيتناقص شدة المجال برضو الناشئ عنه والعزم بتاعه، لحد ما تستقر السرعة بتاعة الروتر في حالة النو لود. وفي الحالة ديت بيبقى العزم الناتج من الروتر بيبقى مساوي لعزم الاحتكاك بتاع الروتر. بعد كده هو الكلام ده نظري يعني، بس يعني خلينا نمشي. بعد كده بقى ايه التحميل بتاع لما انا احمل الروتر واخليه في لود، السرعة بتاعت الروتر بتقل طبيعي، انت بتزود المقاومة بتاعت الدايرة فالسرعة بتبدأ تقل. طب لما السرعة تقل بيزيد، لما ال n دي تقل هتزيد السرعة النسبية، فلما زيادة السرعة ديت بتأدي لزيادة قيم الجهد والتيارات من جديد، اللي هي القوة الدافعة الكهربائية وكده المرة في الموصلات، وبالتالي بتزود شدة المجال الناشئ وزيادة العزم تاني لغاية برضه ما تستقر مرة تانية عند سرعة جديدة وفيها العزم مساوي العزم الحمل. طيب هنعمل حاجة تانية اسمها الانزلاق. الانزلاق دوت عبارة عن ايه؟ شوف كده دلوقتي. طيب الانزلاق اللي هو اس بيساوي ال ان اوف اس ماينس ان على ان اوف اس. تمام. هو الانزلاق دوت ايه؟ دوت ليه دور مهم جدا في تحديد الخواص بتاعة التشغيل بتاعة المحرك. لما الروتر بيدور بسرعة اللي هي السرعة ال n ار بي ام اللي هي لفة دي، فبتبقى السرعة النسبية قلنا بتكون هي بتسمى سرعة الانزلاق اللي هو ده. سرعة الانزلاق هي n of s minus n، ومعامل الانزلاق اللي هو بيبقى السرعة النسبية منسوبة لسرعة التزامن اللي هي n of s minus n n of s minus n على n of s السليب او الاس يعني. قيمتها بتبقى صغيرة جدا يعني، بس ليها دور مهم في تحديد الخواص. انت عندك ال n
المعادلة دي ممكن لما تيجي تعوض كده هتلاقي ان بتساوي كده. طيب انت عندك لما تيجي عايز تبص على تردد الجهود والتيارات في العضو الدائر ال F of R، احنا قلنا ال F of S، ال F of S في السلايد اللي فاتت، فهتلاقي ان ال F of S قصدي ال F of R بتعتمد على ال S وال F of S اللي هي التردد بتاع الستيتور، بتتلسل تفضيليا معاهم فبتساوي ال S في ال F of S. ومن هنا هنلاحظ حاجة، انت دلوقتي لما العضو الدائر بيكون ساكن فالسرعة النسبية هتكون ماكسيموم تقريبا، ان هي هتبقى n of s، السرعة النسبية n of s minus 0، ف n of s minus 0 بتزيد ب n of s، وبالتالي لما تيجي تعوض في الانزلاق هتلاقي n of s على n of s يعني بواحد، بما انها بواحد يعني ال f of r هتبقى بال f of s، ودي هيبقى تردد الروتور هو تردد الستيتور. طيب دي اول جزئيه. طب لما المحرك يبدا بقى يدور ويتحمل، لما المحرك يدور بقى يعني هنعتبر ان هو ال N of S، ال N وصلت لل N of S، وصلت للسرعه الزمنيه، ساعتها ال S هتبقى بصفر، لما تيجي تعوض هنا ال N of S minus N of S على N of S هتبقى زيرو، فال F of R في الحالة ديت هتبقى بزيرو. وطبعا موضوع ان هي توصل السرعة الزمنية حاجة صعبة يعني، لازم يبقى في فرق يعني، بس هنفرض يعني ان هي وصلت كده. بس يعني دوت الكلام. طيب بعد كده بقى هنتكلم على الدايرة المكافئة لوجه واحد من الثلاث وجوه بتوع الاندكشن مود. فاحنا دلوقتي دي الدايرة المكافئة لوجه واحد بعد التبسيط شوية، ودي الدايرة النهائية، بس هنتكلم كده بالتتابع شوية. أولا ال إكس واحد وال إكس اتنين ديت، ودي إكس اتنين ده عشان ديت، بس هنقول يعني ده عشان بعدين. ديت منعة التسرب بتاع الحساسية للملف ديت العضو الثابت، الجزء دوت، الجزء دوت المفروض كده عضو ثابت دوت الستيتور، والجزء دوت المفروض اللي بيمثل الروتر. فانت عندك ال ديت نمرة التسرب اللي هي الاكس. طيب انت عندك ال ار سي ديت مقاومة المفروض القيد الحديدية هي الايرون لوسس بقى. عندك الاكس ام، الاكس ام ديت مماعة التمغنط، والتيار دوت التيار المقاومة بنسميه كده. المفروض بيبقى فيه نسبة عدد لفات، هو بيقول لك إن المحول المحرك الحسي دوت بيشبه إلى حد ما المحول، فأنت عندك كأن مثلا الستيتور دوت ملف ابتدائي والروتر دوت ملف ثانوي، وعشان كده يعني بيبقى فيه زي نسبة عدد اللفات. ومن هنا هنتكلم على الداش، أنت عندك الـ E 2 الداش دي، هنقول E 1 تساوي 2، ال اتنين داش بتساوي ايه؟ بتساوي ال اتنين عادي مضروبة في نسبة عدد اللفات اللي هو بيقولك عليها، هي ان واحد على ان اتنين، هي دي اصلا مش بتبقى معطى وانت بتتعامل مع ال اي تو على طول عادي مثلا يعني. وعندك ال اكس اتنين داش، خلينا نقول الاول قبل ما نتكلم عن ال اكس اتنين داش دي، نتكلم على ال n واحد على n اتنين، ونقول ان ال n واحد في n اتنين دي النسبة دي انا هسميها مثلا بال a، هي ثابت يعني. فانت عندك هيكون ال x اتنين داش دي تساوي ال x اتنين مضروبة في ال a سكوير اللي هي ال n واحد على n اتنين سكوير. عندك ال r اتنين داش هتساوي r اتنين مضروبة برضو في الاي سكوير. طيب اخر حاجة عندك الاي اتنين داش بتساوي الاي اتنين مقسومة على الايه يعني مضروبة في ان اتنين على ان واحد ماكس. ف
ديت الفكرة يعني، وممكن مش مطالبين يعني بيها. طيب احنا دلوقتي وصلنا دي ازاي؟ بيقول لك ان ديت المفروض على 2 داش على اس، فانا ممكن افكها بالطريقة دي، ان انا اقول ان ال ار 2 داش على اس هي المفروض دي كأنها مقاومة متغيرة يعني، بتساوي ايه؟ هقول ان هي بتساوي ال ار 2 داش زائد ار 2 داش برضو، اضرب فيه واحد ناقص اس على اس. انت لو عوضت هتلاقيهم ان هي مكافأة ليهم. طبعا انا استفدت ايه؟ ان انا خرجت ار 2 ثابتة مشترك بره، فهيطلع ايه؟ ار 2 هي لوحدها هنا، وهيتبقى ال ار 2 داش واحد ناقص اس على اس. دي هتفهم معنى الحسابات، لكن الايكويفالنت النهائية ليهم اللي هي ال ار 2 داش على اس. طيب هو بيقول لك ان الاي سي بتبقى ممكن اوقات تهمل يعني، وخلي الاي نوت ديت تدخل على الاي سي والاي ام بواحده يعني، هي تبقى الاي ام وخلاص. في بعض الحسابات ممكن تبقى كده يعني، بس على حسب يعني المساله ديت. الاي سي اصلا ديت والار سي بتبقى مهمه لما اجي احسب الباور لوسيس بتاعه الدايره، لكن في الشغل الفعلي في الدايره انا مش بتدخل فيها قوي، علشان كده ده آخر نموذج كده من التبسيط يعني في الدايرة. حاجة بس أخيرة، إن عندك لما أجي أحصلهم كده، فالـ R2 دي بتمثل R2 داش يعني المقاومة لكل واجهة وفيز يعني من أوجه الروتر، بينما إن الـ R2 داش الواحد على اسمه من CC دي بتساوي دي مقاومة ديناميكية الوجه، وبتبقى معتمدة على السرعة بتاعة الروتر وبتنظر يعني التحليل الفعلي للمحرك. هنتكلم بعد كده بقى كحاجة أخيرة في اللي هو الموضوع الباور فلو دايجرام، عشان نحسب بقى الكفاءة وما إلى ذلك. فعندنا هنا الباور عموما، أدي البي واحد ديت الانبوت باور بتاعتنا للفيز الواحدة، بتساوي 3 في واحد في الاي واحد كوزاين فاي. طب البي واحد ايه بس؟ البي واحد اهي، بس خد بالك ان البي واحد هي البي فيز، ماشي. طيب ادي ده بالنسبة للبي واحد. لما نيجي نطرح منها الكور، البي كور دوت جول بي سي واحد، الاتنين في الستيتور، البي ستيتور الحقيقة المفقودات بتاعت الستيتور ده التوتال لوسيس، فدي اللوسيس بتاعت الستيتور هي البي كور والبي سي واحد. بس دي بالنسبة لمفقودات الستيتور. بعد كده بعد ما تخرج من الستيتور بتدخل على الإرجاب اللي هي الفراغ الهوا اللي ما بين الستيتور والفلوتر، فديت الباور اللي ماشي في الإرجاب يعني بتبقى البي واحد ناقص البي ستيتور اللي هي بس بيكون ناقص البي سي واحد اللي هي هتبقى ناقص البي سي. طيب بعد كده هتدخل يعني الدخل بتاع الروتور هو البي جي، فتدخل هيحصل فقط للبي سي واحد قصدي البي سي اتنين، دي المفقودات النحاسية بتاعت الروتور، والبي سي واحد طبعا المفقودات النحاسية بتاعت الستيتور. البيكور ديت المفقودات الحديدية بتاعة المحرك نتيجة التيارات الدموية والكلام دوت يعني، مثلا يعني اللي هي الايرون لوسيس مثلا. عندك بعد كده البي ام، البي ام ديت اللي هي القدرة الميكانيكية بتساوي ايه؟ احنا الاول بي جاب ممكن نحسبها اللي هي بتبقى 3 اي 2 داش سكوير ار 2 داش على اس، ومنها احنا بنجيب البي سي 2. البي سي 2 ديت هنلاقيها بتساوي ايه؟ بتساوي 3 في الاي 2 داش سكوير في الار 2 داش. طيب طب البي سي واحد، البي سي واحد من ايه؟ البي سي واحد 3 الاي واحد سكوير في الار واحد. طيب البي ام، البي ام ممكن
ممكن نقول برضو ان هي جاب ماينس البي سي يو ليه. طيب في ايه تاني كده؟ البي اتنين طبعا هتبقى اللي هي البي ام ماينس البي اف. عندنا طبعا الايتا ديت بتاعة الكفاءة بتساوي بي اتنين على بي واحد اللي هو الاوتبوت على الانبوت في المية. طيب البي جاب بقى، البي جاب احنا قلنا بتلاتة اي اتنين داش سكوير على ار اتنين داش على اس. فنلاحظ ان هي ان البي سي يو اتنين ديت هي بتساوي تلاتة اي اتنين داش سكوير في ار اتنين داش بتساوي البي جاب في الاس. طب بما انها بتساوي البي جاب في الاس هنلاقي ان في علاقة ما بين، يعني ممكن نستنتج كده علاقة ما بين البي جاب لي البي يو اتنين للبي ام كالتالي كده النسبة ما بينهم. لو هنيجي نستنتج العلاقة، لو البي جاب واحد فديت هتبقى البي جاب في الاس البي سي اتنين، والبي ام هتبقى في البي جاب في واحد ماينس اس، تبقى دي كده النسبة ما بينهم. فأنا لو معايا البي جاب هعرف أجيب البي سي يو لما أجيب الانزلاق، وكذلك هعرف أجيب البي ام. بس كده دوت بالنسبة اللي هو الدايجرام دوت الباور فلو دايجرام.